جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شهدت إحالة ثلاثة قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وخلال الجلسة وعقب استعراض آراء النواب وافق المجلس نهائياً على تقرير إحدى اللجان المشتركة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، كما وافق النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر. تعد محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي سيصبح صرحاً متكامل للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول والأكبر في الشرق الأوسط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية، بالمشاركة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربي الأصيل. أنا بوافق عشان أهمية المشروع، وأن ربنا سبحانه وتعالى ادانا هبة وادانا سلالة خاصة من الخيل العربي، وهي سلالة مصرية أصيلة ستريت إيجيبشن، وبفضل اهتمام القيادة السياسية مشروع القانون متقدم لنا حاليا. بس حابة أؤكد على ضرورة الاهتمام بمعايير المراقبة وتطوير المعامل الخاصة بالأوبئة. محطة الزهراء للخيول العربية هي ثروة قومية وتاريخية، الأعرق عالمياً، الأولى في تصدير الخيول، المكتب الوحيد المصرح لي عالمياً لتقييم الخيول، موجود فيها وثائق ورسوم تاريخية ترجع للقرن 17. فإحنا بنأمل أن تحويلها لهيئة اقتصادية مستقلة يساهم في تمكين الدولة لتحقيق مشروع اقتصادي سياحي رياضي استثماري من الطراز الأول، كما أوصى به رئيس الجمهورية في نوفمبر 2020. بشكر اللجنة الموقرة المشتركة على إعداد هذا التقرير فيما يخص إعادة صياغة إطار قانوني لتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية والمصرية من خلال إنشاء كيان إداري مستقل لتحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة. وهكذا يواصل مجلس النواب جلساته لإقرار القوانين والقرارات المقدمة إليها في إطار دوره الرقابي والنيابي.